حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة يا محمد. يا باشا لقينا موبايل فارس سعد. مش هتصدق كان مع مين؟ مع مين يا محمد؟ مع الواد جبر اللي شغال في المصنع. جبر؟ طيب ابعت هاته وانا جاي على طول. حصل يا باشا واتلقح قدام اهو. بس حصلت حاجة تاني متهيألي مهم انك تعرفها. حاجة تانية؟ اه. ما تنطق يا محمد انت هتنقطني. جات لنا اخبارية ان مشيرة اتعرضت للضرب والواد السواق اللي معاها قطعنا في جنبه ونقلوه على المستشفى. طيب خلاص. أنا هطلع المستشفى احجزولي لغاية لما أجي. سلام. استغفر الله العظيم يا رب. مايا. الحمد لله ابتدى يفوق. مايا مين دي؟ دي بنت من بنات المحسوكة اللي معاه في الجامعة. التاكسي فين؟ ما تقلقش يا حبيبي هما جابوه على هنا وبعدين انت في ايه ولا في ايه مهم سلامتك احنا فين عملوا لك عمليه شش. ما تقلقش يا حبيبي عدت على خير الحمد لله صحتك زي الفل هو انت مش فاكر خناقه ولا ايه
ده حمادة منشية لا تنقطع ايده غزك في بطنك، وعربية الإسعاف جابتك على هنا. وجميلة اديتك دم قد كده. إن شاء الله يتمر. أنا والله يا حبيبي كان نفسي اديك دم، بس أنت عارف بقى أنا ست كبيرة ودمي كله مرض وسكر. طب الدكتور ما قالش ممكن أخرج أنت؟ مش قبل يومين. لا يومين إيه؟ أنا لازم أخرج، مش هينفع. تخرج فين بس يا ابني؟ أنت فيك نفس. الحمد لله على سلامتك يا جميل. الله يسلمك. ده بينزف؟ لا لا ما تخافيش كده، دي الدرنقة. إن شاء الله يومين وأفكها ويبقى زي الفل. طب ما ينفعش أخرج بكرة؟ لا ما ينفعش، أنت حالتك محتاجة رعاية، إلا كده الجرح هيتلوث. سمعت بقى يا عبد الله؟ بالشفا إن شاء الله. الله يخليك يا رب. حضرتك بقى لو احتجتي مني أي حاجة دوسي على الزرار ده وهتلاقيني قدامك. كتر خيرك يا لو رايح حياتي ما ينفعش تتأجل. ولما أنت مشغول قوي كده اللي يخليك تعمل فيها السبع رجالة وتتخانق؟ مدام مشيرة محتاجين نتكلم شوية. مايا مين؟ قولي لي باقي الحكاية. خناقة زي أي خناقة بتحصل. عادي زي أي خناقة بتحصل؟ طب وعلى كده بقى اتخانقتي مع اللي اسمها شيماء دي لما كانت بتشتغل عندك؟ ولا فارس اللي كان بيتخانق معاها؟ فارس ابني عمره ما اتخانق مع حد. وسبب وقلت لك قبل كده. فارس ملوش دعوة بأي حاجة بتحصل. الله. أمال إيه اللي يخليكي تروحي تتخانقي مع واحدة كانت شغالة عندك وتتهميها بقتل ابني؟ أنا؟ ما حصلش. يعني أروح أسأل الجيران؟ اللي كانوا واقفين بره واللي كانوا في الشباك؟ طب ويا ترى لو سألتهم هيعيدوا كلامك؟ أنا رحت فعلا هناك بس مش عشان كده خالص. أمال عشان إيه؟ عشان كان بيجيلي رسائل تهديد على الموبايل بتاعي ورحت أسألها. فين الرسائل دي؟ يظهر الموبايل وأعملني في الخناقة. وأعملني. طب الرسائل دي لما كانت بتجيلك رحت انت كده من نفسك تساليها؟ انا مش سابقه كلمتك قبل كده وانت قلت لي مالكيش دعوه بالمواضيع ديت؟ مدام مشيره خليكي بعيد انت. ماشي تمام. انت مش مصدقني؟ يا محمد بقول لك يا محمد ما تكلم لنا كده حبايبنا في شركه الاتصالات، شوف لنا كده اخر رساله وصلت على رقم مدام مشيره مصدرها ايه بسرعه لو سمحت. مدام مشيرة لو سمحتي أرجوكي اللي حصل ده ما كانش ينفع يستخبى عني، وعايز أقول لك على حاجة، مفيش حد هيودي نفسه الحبل المشنقة ويبعت الرسائل دي من الموبايل. طب وايه عرفت مصدر الرسائل؟ اه يا فندم اتبعت عن طريق الانترنت زي ما توقعت بالظبط. طب هي عايزك بقى تبلغ مباحث الانترنت، عايز اعرف مين بيبعت الرسائل دي. تمام تحب اجيب لحضرتك جبر دلوقتي؟ لا هات لي منشيه الاول. يا سعد. فندم سعادتك هات لي حماده منشيه من الحجز. حاضر يا فندم. تفتكر سعادتك اللي بعت الرسائل دي هو اللي ارتكب الجريمه؟ كله هيبان يا محمد، بس هو الواضح قدامي دلوقتي ان القضيه دي كل يوم بيتفتح لها باب جديد، ولولا امه دي مصيبه. عملت حاجه ولا ايه؟ الست دي قاعده على اسرار ابنها ومش عايزه تطلعها لحد، مش بعيد ابدا تكون هي اللي قفلت حساب فيسبوك بتاعه. شكلها ملهاش في النت والحوارات دي. اكيد في حد بيساعدها. زي مين مثلا؟ زي اللي كان عنده استعداد انه يموت النهارده بدلها. سواء التاكس. بالظبط كده. انا عايز تحريات عنه في اسرع وقت ممكن يا محمد. امرك يا باشا. ايه
تمام يا باشا. حمادة من شيء زي بساعتك أمرت. إيه يا سعد ده؟ فك فك الكلام ده، فك الكلام ده. تمام يا باشا. يا باشا لا مؤاخذة، أنا كنت بدافع عن جماعتي يا باشا. يا باشا والدنيا كلها عارفة مين هو حمادة منشية لا مؤاخذة. يا منشية يا منشية، الموضوع ده بسيط، أنت كده كده خارج منه. إما كانش بمحضر صلح بينك وبين سواق التاكسي يبقى دفاع عن النفس. خصوصا إنه كان في بيتك. طب إيه لازمتها يا باشا تعطيل الأرزاق دي يا باشا ورمية الحجز دي لا مؤاخذة؟ يا منشية دي مجرد إجراءات، أنت عارف بقى شغل حكومة وبتاع. بس الإجراءات دي ممكن ما يبقاش ليها آخر. والمدة ممكن ما تبقاش يومين. ممكن تبقى شهر شهرين، وانت سيد العارفين يا منشية. طب يا باشا عيون منشية ليك، واللي تؤمر بيه سعادتك انا تحت امرك فيه. الامر لله يا منشية. هو سؤال ورد غطاء. مدام مشيرة كانت بتعمل عندكوا ايه؟ مدام؟ لا علم علمك يا باشا. شكله مش عايز يأثر قعدته معانا يا باشا. استنى بس يا محمد بيه. ده منشية ده حبيبنا، انا عارفه من زمان، يعني لو عارف حاجة هيقولها على طول، مش كده يا منشية؟ كده سعادتك يا باشا. بص يا باشا اسال الجيران على الكلام اللي انا هقوله لسعادتك ده دلوقتي. انا كنت راجع البيت يا باشا، المهم لقيت لك ايه دنيا وحوارات وعركه وكلام كده غريب يا باشا. حصل اللي حصل بقى في الكلام ده هو، وانا في عز العركه والحوارات دي كلها المدام ولا لمحتها ولا شفتها ولا عدت من قدامي غير لما انتوا جيتوا يا باشا وحطيتوا الاساور في ايدي. طيب هو احنا مش محتاجين نسال الجيران، احنا ممكن نسال صاحبه الشقه نفسها. مش المدام كانت رايحه عشان اختك؟ لا، شيماء. شيماء يا باشا والمصحف رجلها قطعت من المصنع من زمان، من ساعة لما سابته، ورجلها ما كانش بتخطي المصنع ده خالص يا باشا. يا باشا الولية دي من ساعة موت ابنها في حتة من نافوخها اتلحست يا باشا لما مؤاخذة. طب شوف يا منشية، عشان انت راجل مجدع يعني، انا هعمل معاك الصح. شيماء اختك، مش انا اللي اجيبها بمعرفتي، عشان لو جبتها بمعرفتي انت عارف كويس جدا ايه اللي هيحصل. هسيبك انت تجيبها بمعرفتك. انا عايز 10 دقايق. هاخد منها كلمتين وزي ما جت زي ما هتروح. قلت ايه يا منشية؟ لا مفيش اولان في ال. طب استاذن سعادتك في التليفون، هكلم انا شيماء تيجي غصب سعادتك يا باشا. وانا برضو سايب شيماء في حمى الحكومه يعني في بيتها لما مؤاخذه يعني. جدع يا منشية. جميله قومي روحي يا بنتي. لا مانيش سايبه. اسمعي الكلام، ابوك دلوقتي زمانه قلب الدنيا عليكوا، وبعدين اخوكي خلاص نام. يلا قومي روحي وتعالي بكره الصبح. علي يلا حبيبي هنقوم. يلا هنروح. انت مش عايزه حاجه مدام مشيرة؟ خلي بالك من نفسك بس وانت مروحه. يلا تصبح على خير. أنا السبب، معلش حقك عليا. يلا يا جميلة شاهلي عشان نلحق نودي المدام مشيرة الفطار والحقنة بتاعتها. يلا يا بنتي يلا. ايه يا عبد الله، مالكه على انت فيها دي؟ الف سلامه. الله، مش ده الواد عبد الله؟ يا لهوي، وده اللي جابه ده؟ فين مدام مشيرة؟ ايه يا جميله، انت مش شفتيه ان هو خارج بكره؟ انت ايه اللي خرجك يا عبد الله؟ اه لا، ومدام مشيرة فين؟ مدام مشيرة في المستشفى بالراحه عم ابراهيم. صحيتها برضك وخرجت يا عبد الله؟ اه. طب على مهلك على مهلك. فوق شويه عم بنقول لك. لا حول ولا قوة إلا بالله يا ابني، معلش. على مهلك ياب، على مهلك. ألف سلامة يا عبد الله. الله يسلمك. سلامة. على مهلك. بروح أقعد إبراهيم. على مهلك. إيدك على الجرح. على مهلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألف سلامة يا عبد الله. ألف سلامة. الله يسلمك. طب أنا سايب المحل لوحدي يا عبد الله، تؤمرني بشيء؟ ربنا يخليك يا عم إبراهيم. يا عم إبراهيم. ما في حاجة وحش. مع السلامة يا عم إبراهيم، ما يرمكش في دقيقة أبدا يا أخويا. ارتاح يابا. وكل ده بقى عشان إيه؟ عشان المشروع ينحرق يا شيخ على أصحابه. مشروع إيه ده يا بت؟ كده برضه يا عبد الله؟
تسيبني نامي في المستشفى وتخرج لوحدك؟ معلش يا اختي سامحيه، وزت شيطان وغزت ندل منه لله تتقطع ايده. معلش الفطار عندكم اهو في طاوله، لو عوزتوا حاجه تبقوا اندهوا عليا اقضيها لكم. يلا يا بت يلا سيبيهم يفطروا على راحتهم. مسروعه عليا، استنى لما تجي مدام الابره. مسروعه على ايه؟ ما تلزقيش، خليكي خفيفه، انا عارفاكي. ها فاضلك جناحين وتطيري يا موكوسه. اتقالي يا خايبه، اخسف وخسى عليكي وعلى تربيتك، مش طالعه لامك. لا هباكل معاهم. حاضر تعالى. بجد انا زعلانه منك يا عبد الله. صباح الخير يا استاذ خليل. تعالى معايا دغري يا جبر عشان احبك. باشا ربنا يديه من المحبه، عشان الحب ده اسمه نصيب يا باشا. طيب قول لي يا جبر، هو الموبايل ده وصل لك ازاي؟ يعني دخل بيتك ازاي؟ لا يكون لك علاقه بقتل فارس. الله 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 الله، ليه بس يا باشا؟ احنا لسه بنقول الحب اسمه نصيب. تقول لي ما تتعدل يا اسطى في الكلام يا باشا. ما انا لو افهم السؤال ارد بالجواب على طول والحياه تمشي عسبيات. ماشي يا جبر، هعيد لك تاني السؤال. موبايل فارس وصلك ازاي؟ هو ردهولي بذات نفسه يا باشا. شفت الجيم على قد السين ازاي؟ على اساس يعني ان فارس كان بيوزع موبايلات قبل ما يتقتل. صباح الخير يا استاذ خليل. خير؟ وشك مش عاجبني يا هشام. استاذ عزيزي بتتصل من الصبح حضرتك. قلت لها ايه بقى؟ ما ردتش عليها، مش عارف اقول لها ايه. جبر ما جاش؟ لسه ما وصلش يا ريس. اتصل بيه، عندنا شغل كتير النهارده. حاضر يا ريس. هصدقك يا جبر، بس قول لي ازاي؟ انا بلا مؤاخذة يعني مش محتاجة مفهومية، الراجل كان كريم وكان بيوزع الحاجات الفايدة عنه للناس الغلابة لحد ما يشتري حاجة تانية جديدة بقى وكده. طب ايه قولك بقى ان هو ما جابش حاجة تانية جديدة وكده؟ والله العظيم يعني هو اداني الموبايل اللي حلته يا باشا. الله يرحمك يا فارس باشا. شكلك كده مش هتيجي دغري يا جبر. هبعتك تحت بقى عشان تعرف تفكر كويس. تقعد مع نفسك بقى كده وتعرف انت واقع في ايه. يا سعد يا باشا. سعد ايه يا باشا؟ راجل مديني هديه والنبي. ايه بالهديه؟ خد الواد ده. خدني فين يا باشا؟ النبي يلا يلا يا باشا. انا ذنبي ان هو اتقتل يا باشا. انا ذنبي ان هو اتقتل يا باشا. اطلع يا باشا. يا محمد، البنت شمال دي اتاخرت ليه؟ شوفها لي، عايز اخلص معاها النهارده. جبر ما ردش عليك، يبقى نايم. تروح تجيبه من البيت، مش عايزين عوائق النهارده بالذات، عايزين نخلص اللي ورانا. جبر اتقبض عليه امبارح يا ريس. طب روح شوف شغلك. ماشي. بعد كده يا امجد. ايه يا زيد، في بالزعاق ليه؟ قولي صباح الخير. صباح الخير ايه؟ هو انا مش قلت امبارح كاميرات مراقبه تركب في المصنع؟ ممكن افهم ليه لحد دلوقتي ما ركبتش؟ كاميرات ايه؟ انا مش فاهم. نعم انت كمان ناسي؟ يعني انا اجي امبارح ادي اوردر واكتشف ان واحد كان بياخدني على قد عقلي والتاني كبر خلاص وما بقاش فاكر حاجه. بقول لكم ايه، شغل العشوائيه بتاعكم اللي في مصر ده مش هيمشي معايا، وانا هبعت دلوقتي اجيب الكاميرات وهتركب النهارده على حسابي. وبعدين بقى زودت الشطه؟ ان شاء الله يا باشا. تسلم ايدك. مش بتحب الشطه؟ اكيد. شطة؟ سخنة قوي. طب على مهلك على مهلك. بقول لك ايه بقى؟ دي آخر حاجة هتشتريها النهاردة، ماشي؟ ليه بس؟ أنت عاوز تمشي ولا إيه؟ لا والله مش كده. بس أنت مفيش حد عدى من هنا لو نفعت. المشكلة؟ خلي الناس كلها تسترزق. أنت بقى ما قلتليش بترزق منين؟ عادي. عند ربنا. لا بجد بقالنا ساعتين عمالين نتكلم وكل ده معرفش. هو انت تشتغل ايه؟ اوعى تكون بتبيع حشيش؟ بلطجي في كباريه؟
ما بصراحة كده مفيش أي شغلانة تانية تكسب صاحبها. لا ما اشتغلتش. ما اشتغلتش؟ طيب وماله؟ ندور تاني، واللي يسأل ما يتوهش. لا أنا كنت شغال في مكان، بس بعد اللي حصل لي يعني مشيت، بس مرتبي زي ما هو ماشي. ماشي. يا لهوي ده انا اللي لازم امشي دلوقتي حالا. ليه بس؟ طب اشربوا الحمص على فكره ما بقاش الاسوء. ده انا اللي مرتبي هيتلسوع لو ما رحتش لصاحب المحل دلوقتي حالا. هشوفك تاني صح؟ اكيد بكره زي دلوقتي. ماشي ماشي باي. شفت؟ هي برضو عملت اللي في دماغها. البقر اللي كان اسمه رشاد ده ما كانش ارحم، كان اخره ايه يعني؟ عايز سكرتيره وكمبيوتر. احنا كده ورديت الليل ايه؟ مفيش زفت، اليوم الاسود بيبان من اوله. انا كان ممكن اقبلها من رشاد على الاقل راجل لراجل، انما زيزي ده اللي كنت بشيلها على كتافي. واخر كاميرا هتركب في المكس. رحمي فرحة طير لطيرانه، قربك مريحني رحت الروح لأغصاني، فتسقيني الحياة كل بألوانه، مفرحني فرحة طير لطيرانه، قربك مريحني رحت الروح لأغصاني، حبك مفرحني فرحة اللي طيرانه، قربك مريحني راحت الروح لأغصانه. ايه يلا بتضحك على صوت ابوك؟ طب خد دي. مفرحني فرحة الروح لأغصانه. يا سلام، مفيش احلى من ضحكة الضنا في الدنيا. تعرف يا عبد المنعم، انا كنت جاي شايل هموم الدنيا على كتفي، ما كنتش طايق دبان وش امك. حاسس الهم راكبني، طلعت ضحكتك هي دواء يا منعم. ووعد مني ان شاء الله هترجع زي الاول قريب يعني. قريب قوي. هانت هانت حبيبي. على مهلك على مهلك. انت واعرف ايه اللي خرجك بدري؟ كان هيحصل ايه يعني لو قعدت لك يومين كمان زياده في المستشفى؟ ده انت بطنك مفتوحه. انت عارف لو الجرح ده اتلوث مش هسامح نفسي طول العمر. اللي حصل لك ده بسبب يا عبد الله. مفيش. عملت ازاي ده قبل كده يعني؟ وعارف اخرها ايه؟ بس يعني لو تقدري تبعتي لي حد يوم الصيدليه كل يوم كده يغير على الجرح هبقى تمام. لا اسبوع والجرح هيل. هو انت كل حاجه مستهون بيها كده حتى العيط؟ اقشر لك تفاحيه؟ انا مش قادر خالص. يا ابني انت لازم تاكل. انا بس انا لو نمت شويه هبقى زي الفل، مش قادر اكل. ماشي يا عبد الله، انا هسيبه جنبك هنا اهو، وكل شويه هطلع اشقر عليك عشان اديك الدواء. حقك عليا. الف سلامه عليك. الله يسلمك. متاكد مش عايز حاجه؟ ربنا يخليك. يا باشا انا قلت اللي عندي، ولو عندك عليا حاجه احبسني. طب وانت كنت عايزه تجيبي محامي معاكي ليه؟ هتجيب 100 محامي اهو. اقعدي يا شيماء اقعدي. شيماء لو انت فاكره ان انا جايبك هنا عشان اتهمك بحاجه تبقي غلطانه. والمصحف ده انا جايبك هنا عشان احميكي. لا
حمي ربنا يا باشا. ونعم بالله. بس احنا كمان شغلتنا ان احنا نحمي الناس. فلو قلت لي الست دي كانت بتتهجم عليكي ليه؟ هعرف احميكي. ست مشيرة؟ ده مفيش اغلب منها يا باشا. معقولة؟ هو ده رأيك فيها بعد اللي عملته فيكي؟ دي بوظت لك فرحك يا شيخ. معذورة يا باشا. واحدة لقت راس ابنها تحت رجليها ورسائل بتجيلها باسمي، عايزة تيجي تنقطني يعني؟ معذورة. والله اللي سمعك يا شيماء يعني انا كرشتك من الشغل من 4 سنين. انا محدش كرشني يا باشا، انا اللي مشيت بمزاجي. ولو حضرتك مش مصدقني روح المصنع واسال، الف من يدلك. طيب الشخص بقى اللي بيبعت الرسائل باسمك تفتكري يقصد ايه؟ يا باشا مفيش اكتر من نسوان الكياد، ده غير الجدعان اللي مشيتهم من قدام عتبه بيتي يا فاهم يا قمر عيش. معقول كلامك يا شيماء، بس انا برضو مش هسكت، هعرف اجيب اللي بيعمل كده. يا ريت. هو ده اللي حبس اخويا يا باشا وقلب فرح يغم. ماشي يا شيماء، متشكرين جدا، اتفضلي. انا في الخدمه يا باشا. ماشي. تعالى يا محمد اقعد. صباح الخير يا باشا. صباح النور. دي كل حاجه هتخص عبد الله. اه والله؟ وين؟ هاي عايز واحد زي ده لشيماء. وسعادتك شاكك ان ليها علاقه بحاجه؟ لا انا مش شاكك، انا متاكد. اهلا يا اهلا. اهلا يا وزه، ازيك يا حبيبتي؟ تمام الحمد لله. انا بكلم ماما من امبارح تليفونها مقفول، ما تعرفيش هي فين؟ تليفونها يا اختي اتسرق من ليله امبارح في الخناق. خناقه ايه؟ ايه ده؟ ما درتيش بيجي كمان؟ مش اتخانقت مع البت اخت منشيه اللي اسمها شيماء، قال ايه بتبعت لها رسايل وابصر ايه كلام من ده؟ دخلت يا اختي على امك كلمه من دي على شتيمه من ديكها، هوب قامت شعليله في الحاره. دخل عبد الله عشان يحجز بينهم، قام جاي الواد منشيه غزه بالمطوه. طب هو كويس؟ وماما، ماما جرى لها حاجه؟ لا امك بخير يا اختي، اطمني اطمني. طب الاقيها فين دلوقتي؟ فوق، هتلاقيها قاعده مع عبد الله فوق على السطوح في اوضته. على مهلك على مهلك، ما تتخضيش، هي بخير. مالك؟ انت فيك حاجة؟ لا 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 خالص، انا زي ما اكون تقريبا واخد مطوة او حاجة. الف سلامة عليك. الله يسلمك. طب محتاج نساعدك في اي حاجة؟ لا يعني لو غزلتك رايقة ومفيش قلة يعني مفيش صوت عالي وكده ممكن تساعديني كده من دراعي وانا هقوم ان شاء الله. طيب بالراحة. ايوه شكرا. انت كده احسن؟ يعني انا طول ما انا فارد ظهري ببقى تمام. طب تحب اوصلك لحد السرير ما تتكسفش؟ لا سرير ايه؟ انا لسه ورايا شغل. ايه ده؟ هو انت اولى اساس؟ لا اولى ايه؟ انا بكالوريوس. بس انت عرفتي منين؟ ما انا كنت دفعه 2011. كده دفعة دكتور كريم نادر؟ اه مظبوط. الله يرحمه بقى. الله يرحمه. بس غريبة يعني اللي انا اعرفه ان انت كملتي في كندا. مظبوط. ما انا خدت دبلومة من هناك. انا اسفة ان انا طلعت على غفلة كده، بس قالوا لي ان ماما هنا ف لا 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 عادي، بالعكس ده حظي عشان تلحقيني وانا واقع كده. على عمو الف سلامة عليك، انا هنزل انا اشوف ماما. اتفضلي. هو انت هتعرف تشتغل وانت في حالتك دي؟ والله ما هو غصب عني يعني، ميعاد تسليمهم بكره، ولو ما اديتهاش الحاجه انت عارفه بقى. ما اديتهاش؟ هو ده مشروع صاحبتك؟ لا صاحبتي ايه؟ ده شغل. اه
هو انت بقى من الطلبه الدحاحين اللي بيساعدوا الطلبه المحتاسين البائسين؟ انت شايفه كده؟ انا شايفه انك لو عملت للبنت مشروعها وانت بحالتك دي مش بعيد هي تعيد السنه. عن اذنك. بص بصراحه يعني انا ما رسمتش بايدي من ساعه ما كنت في الجامعه، بس اعتقد الموضوع مش هيبقى صعب عليا للدرجه يعني. ايوه بس يعني كده ابسش. ده مش عشانك، ده عشان البنت البائسه. بس انا كده يعني هتعبك. مفيش تعب ولا حاجه، احنا اللي تعبينك معانا. انا اسفه عشان اخر مره يعني كلمتك بطريقه فيها فيها قله ذوق. كان فيها قله ذوق بس لا عادي يعني مفيش مشاكل. ولا يهمك. المشروع ده هيتسلم كده ولا لسه هيتلون؟ هو لو هيتسلم كده ما كنت شربت من المستشفى، انا غربان. بقول لك ايه صحيح، انت ايه نظامك مع الاير براش والحاجات دي؟ انا كنت شاطره فيها جدا ايام الجامعه. هي فين؟ هناك اهي. الثقه دي انا خايف. هي هتعرفي ولا حاول انا وخلاص عشان البنت البائسه؟ لا ما تقلقش هتجيب امتياز ان شاء الله. ربنا هيستر ما تقلقش. ايوه فين؟ ايوه يا زيزي حبيبتي. هتتاخري؟ لا في حاجه ولا ايه؟ انا حاطه لك العشاء في المطبخ ومغطياهولك. تعوزي مني حاجه تانية قبل ما امشي؟ لا مش عايزه ميرسي. باي باي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اسم الله عليك. اخت حبيبتي موجوده؟ لا مش هنا. هي لسه مختفيه من ساعتها؟ لا ظهرت والحمد لله. الحمد لله. طب حس كده بقى اعملي لي فنجان قهوه على الريح اقعد استناها. رجليا تعباني اتلوت مني في البكرباز. المدام قاعده في بيت المنشيه وانا كنت ماشيه. لو تحب تستنى زيزي بشوقك. زيزي سلام قولا من رب الرحيم. لو على ايه افوتك انا. يلا يا اخوي. يا رب يا رب ترحمه برحمتك يا رب. ملوش غيرك دلوقتي. انا ودي طول عمري مصروف في الدنيا محدش يرحمه. حبيبك انك ارحمه انت في الاخر يا رب. غلبان ملوش غيرك دلوقتي. اللهم استفيد بها يا رب. بعد كل اللي حصل ولسه بتخافي من الفضايح؟ لكن تجي لنا في عز فرحتي وتفضحيني عادي مش كده؟ شش معلش حقك عليا. انا اسفه. حقك عليا. اسفه؟ اسفه على ايه ولا ايه؟ على فرح اللي باظ ولا فرحتي اللي ماتت زمان؟ على فضحت امبارح ولا فضيحه زمان؟ فاكره زمان انا كنت ايه وبقيت دلوقتي ايه؟ زمان لما كان منى عيني اطلع من صفحه الزباله اللي انا فيها واشم هوا نضيف وتريني وقعت في المقلب نفسه. زمان لما كنت شيماء البنت الغلبانه اللي شغاله في مصنع مشيره هانم وابنها. عارفه دلوقتي بقيت ايه؟ بقيت سوسته. شيماء بقت سوسته والبركه فيكي. ابكي. ما هي الدموع ياما غسلت وساخر بس عمرها ما غسلت ذنوب.
عارفه ليه؟ عشان انا عمري ما سامحتك ولا هسامحك. ابعدي عني يا مشيره، ابعدي عني يا مشيره، كفايه اللي شفته منك. بقى دي اخرتها، ايه ابننا يقع الوقعه دي؟ هي البنت دي عملك ايه؟ سحرانك يا ماما؟ مش انت اللي قلتي عايزه تجوزيني؟ تروح تجيب له شيماء اخت ماشيه؟ يا شيخ حرام عليك، ده طول عمري ببعدكم عن الزباله، تروح تحط راسك في المقلب نفسه. يا ماما انا كبرت خلاص، وبعدين مش انت اللي رفضتي ساره قبل كده؟ يا اخويا ريتك اتجوزت ساره، على الاقل انضف من اللي انت جايبها لي دي. يا ماما الموضوع اكبر من كده، انا لازم اتجوزها. في ايه يا ود؟ انا اول مره اشوفك مكسور بالشكل ده. مش انا اللي مكسور يا ماما، شيماء حامل مين؟ بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة.